طيب خلينا نعمل ريكتانجل كلاس، وبدي اياكم تتعودوا على طريقه مختلفه في الانت. فكيف نعمل كلاس؟ كلاس ريكتانجل. في انا عندي اتفقنا انه في الكلاس في عندي جزئيتين، ايش هما؟ جزئيه البيانات وجزئيه الدوائر. حقيت في البيانات احنا اتفقنا انه انا عندي الويد تساوي 0 والهايت تساوي 0، وبعديها بنروح في الانت في الكونستراكتور. تمام، هجيت هاي الجزئيه لانه احنا ما دام انه انا هنا في عندي بحط initial values ثابته، خلص ما دام انا بسوي الشغله هذه في الكونستراكتور ما فيش داعي انه انا اسويها هنا. فهنا بعمل الكونستراكتور مباشره، ومباشره بعمل self.w. اول ما عملت self.w خلاص اعتبر انه w هو عباره عن data في الكلاس. ليش؟ ايش الاختلاف تبعها؟ بس انه مجرد انه هذا الاديتور بين لك اياهم، بس هناك على البراوزر انه هم شرطتين بس جابهم لزقات في بعض كثير، مش فصلهم، لا في البراوزر انه الريندر صار انه اجوا ملزقات في بعض كثير فما شفتيش الفراغ. تمام، هنا وبدنا نتعود كمان على شغله انه ايش نسوي، انه انا عندي W و L، وهنا سلف دوت W بتساوي W. ال W هاي تختلف عن ال W هاي، هذه ال W هي عبارة عن باراميتر مررناه في دالة ال init، وهاي عبارة عن data تابعة لل class. ممكن يكونوا اسمائهم مختلفة، ممكن هاد اعمل له زي هيك انه يكون length، ما بتفرق. تمام، فبالتالي انه بدكم تتعودوا انه النيم بيساوي سيلف دوت نيم، الايج بيساوي سيلف دوت ايج، خلاص مختلفات. تمام، تتعودوا على هاي الشغله. خليهم مختلفه هاي المره، او خلينا نعملهم نفس الاشي. خلاص هنا احنا اتفقنا انه هذه بدي اعطيله ال، فهنا ترتيب البيانات حيكون لين و ويث، هنا سيلف دوت ويث بتساوي بدناش نعمل الاريا، خلينا نشوف السترينج ريبريزنتيشن. بدنا نعمل ريتيرن ل از سترينج، بدنا نستخدم دالة الفورمات. ايش بدنا نرجع؟ انه اللينث سلاش تي ويث دوت فورمات، ونعطي له السيلف دوت لينث والسيلف دوت ويث. بالمناسبة اول ما تعمل دوت هنا في البي شارب ايش بجيب لك؟ انه length width، وايش حاطط هنا؟ شايفين؟ ايش حاطط؟ اف فيلد. نعم، والاس تي ار والانت هدول حاطط ام، شو يعني؟ ميثود. تمام، فبالتالي في البي شارب اول ما تعمل دوت كل اللي عليهم اف هدول عباره عن فيلد، والفيلد شو يعني؟ يعني داتا، يعني اتريبيوتس، يعني بروبرتيز. هذا الكلام وين حكيناه؟ في سلايد 14.
لو رحت هنا على سلايد 14 حكينا هدول synonyms data field attributes properties هذه كلها أنا بقصد فيها البيانات. لما أحكي method أو message أو behavior أو capability هذه كلها عبارة عن الكود. تمام؟ يبقى هنا ال width عبارة عن field بيانات. في ال list خلينا نعرف ريكتانجل ممكن نسميه ريك واحد بتساوي ريكتانجل. وايش بدي اعطيله؟ شايفه كيف عمل لي هايلايت؟ اعطاني لينث 3 و ويذ بنقول له 4. هجيت اذا انا للتوضيح اكثر عشان ابين انه الثلاثه والاربعه على اللينث والويذ ايش بسوي، بستخدم الطريقه هاي. بتعملي كنترول سبيس جوا وبتحكي انه اللينث بتساوي 3 كوما هنا الويذ علم لي اياها، بكتب ويذ بتساوي هي وبكمل لي اياها 4. هذه فاكرين او عارفين زي ايش بالضبط؟ زي ما احنا كنا نفتح الفايل ونقول له انه المود بتساوي R. كيف ايش؟ كنترول سبيس. تمام؟ طب ايش نظرها يعني؟ انا اعطيته 3 و 4، 3 و 4 على ايش ولا ايش؟ زي ما احنا كمان في دالة السورت في الليست حكينا له انه الريفرس بتساوي ترو، تخيلي انه السورت وبين قوسين ترو، مش واضحة؟ يعني هنا احنا حكينا انه الهدف انه احنا نكتب كود ريدبل، حكينا انه الواحد بتساوي هاي الليست 1 3 او زي هنا الواحد دوت سورت وهنا بنقول له ترو. ترو لايش؟ لكن لما نقول له زي هيك انه البارامتر هذا ريفرس بتساوي ترو، لا واضحه. تمام؟ وهنا نفس الشيء. انا حكيت لكم اياها في الفايل متعمده متعمد لانه احنا بدنا اياها هنا لازمانها هنا. تمام؟ فبالتالي هنا انه حددت انه هاي بالترتيب انه اللينث كتبت اللينث بتساوي 3 والويث بتساوي 4. فبالتالي انه هدول القيم 3 و4 راح يروحوا لمين؟ للفيلدز تبعتي اللي في الكلاس اللي هي اللينث والويث. خلينا نطبع الريكتانجل. ما قلتش انه غلط. قلت انه غلط؟ ما قلتش. قلت انه هيك اوضح. والله اذا انت بدك تضلك متقوقعه انه انت طالبه وانه انت اللي كاتبه الكود وبتكتبيه لنفسك، لا انت نفسك تعالي بعد شهر حتلاقي صعوبه كثيره انه انت تقري الكود تبعك اذا ما كانش اسبوع. هذا كلام مش عندك بس، عند الكل. عشان هيك احنا حكينا لما اختار اسماء متغيرات اختار ما احطش اكس بتساوي 1/2018/1/1/2/2، لا بحط std id او student id بتساوي كذا. شو بده يذكرني انه هذا عباره عن رقم جامعي او انه الواي هي عباره عن النيم؟ لا بختار انه النيم بتساوي احمد ريدبل، لازم يكون انه هو ريدبل. تمام؟ فهي الريبريزنتيشن تبع. طيب هجيت بدي اياكم تركزوا معي. هجيت في الليست كيف بنعرف ليست؟ ليست فاضي او ممكن اعرف بلاكون
اول واحد كير، وهي الطريقه الثالثه. عندي الأولى ليست فاضية، والليست الثانية والليست الثالثة. هنا معنى ذلك إنه أعطالي إمكانية إن أنا أعرف empty list. طب ممكن أعرف empty rectangle؟ empty rectangle أكيد. هاي rec 2 بتساوي rectangle. شو حيقول؟ هنا ايش بحكي لي؟ في الانت في عندي تو arguments، تمام، اللي هما اللينث والويد، لازم تمررهم. نعم، كيف بدي اتجاوز عن هاي الشغله؟ انه هنا بقول له خلي بالك المستخدم حيمرر لك length، ما مرر الكاش اياه اعتبره زيرو، وهنا حيمرر لك ويد، ما مرر الكاش اياه اعتبره زيرو. ساعتها بيقبل مني انه انا استدعي الكونستراكتور، يعني اعرف انستانس من الكلاس ريكتانجل وبدون ما امرر له باراميترز. فزي كانه انا بعرف امتي ليست، هنا انا بعرف امتي ريكتانجل. ايش يعني امتي ريكتانجل؟ الابعاد تبعته زيروز اصفار، واضح؟ هو نفس الزي اللي كنا نعمله قبل، انه البنت سفر بالضبط كان زبط صح؟ لا برضه بيزبطش، بس هذه انه انا بقصد initial value في حال انه ما مررش. يعني هنا ايش حكينا؟ انه بدنا نسوي انه هدول الاثنين بدي احطهم هنا وبدي احطهم زيروز. برضه نفس البروبلم انه تايب ايرور. ايش السلف؟ لانه احنا اخذنا سلف اوكي بدون سلف. نعم، هنا نفس البروبلم انه الانت في تو ميسنج بروبوزيشنال ارجمنتس اللي هي اللينث والويد، لازم تمررهم. نفس الشيء، تمام؟ فهنا هذه معناته زي قصة السورت، انه باي ديفولت بتكون فولس، انه الريفيرس بتساوي فولس. والمود لما كنا نفتح فايل كنت احط المود، كنت اقول لكم انه خلاص المود باي ديفولت ار ريد، تمام؟ فبالتالي هنا نفس الفكرة، مرر المستخدم اللينث باخذ الفاليو تبعته، ما مرروش بعتبره زيرو. وهنا نفس الفكرة. فبالتالي لما اشغل هنا الريكتانجل الثاني، خلينا نطبع print rec 2 zeros. طيب نعرف ريك 3 ونعطي له باراميتر، بظبط الحال، يعني بظبط الوضع، انه ريك 3 بتساوي وهنا نحكي له انه اللينث بتساوي 7، والويد اول ما اكتبها على طول بتظهر صارت بتساوي 9، وهي برنت للريك 3. فبالتالي زي مثل الليست بالضبط، صار في عندي امكانيه ان انا اعرف ليست فاضيه وليست تحتوي على عناصر، وهنا ريكتانجل فاضي ان صح التعبير انه الابعاد تبعته زيروز وريكتانجل فيه له ابعاد، تمام؟ طيب نرجع ايش البيهيفيور تبعه؟ شو بيقدر يسوي الريكتانجل؟ كابابيلتي. زي ما احنا كنا نحكي للليست، نحكي لها هي ليست
رد عليك شباك لبيك. شو بتقدر تسوي يا ليست؟ بتقول لك انا بقدر اعمل لك شورت، بقدر اعمل لك ريفرس للليست، بقدر اعمل لك ابند، بضيف لك عنصر في الاخر، بقدر 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 اسوي لك. عشان هيك بنسميها كابابيلتي. فهنا بدنا نعتبر انه الريكتانجل عباره عن اوبجكت وبدنا نحكي له يا مستطيل انت ايش بتقدر تسوي؟ بقول لك انا بقدر احسب المساحه لوحدي، بقدر احسب المحيط لوحدي. فعشان هيك بده يكون في عندي داله هنا انه الاوبجكت لوحده يحسب المساحه. get area. شو بدنا نرجع؟ الطول في العرض. self.length دار سيلف دوت ويث. وهنا كذلك بريميتر. بريميتر يعني المحيط. عارفين شو يعني محيط؟ شو يعني محيط المستطيل؟ طول الخط كله تبع المستطيل هذا، تمام؟ فهو عبارة عن الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض، أو طول زائد العرض ضرب 2. فبالتالي هي عبارة عن return ل 2 ضرب. هنا بدنا نحط أولوية، بدنا نعمل الجمع أول بعدها بنعمل ضرب في 2. self dot length ضرب زائد self dot width. تمام. حاجات بدي اياكم تتخيلوا معايا انه احنا بنشتغلش اوبجكت اورينتد، واعطيتك ثلاث اشكال هندسيه، قلت لك في عندك مثلث وفي عندك مستطيل وفي عندك مربع او دائره، تمام؟ وقلت لك بدي تكتبي داله لحساب المساحه. اخذتوه، بس ايش حتعملي؟ حتعملي جيت اريا للريكتانجل وتعطيها الابعاد، وتعملي جيت اريا للسيركل وتعطيها ابعاد، وتعملي جيت اريا ل شو كمان؟ للمثلث، للتريانجل، وتعطي له ابعاد، صح؟ فبالتالي انت بتصيري انه تعملي ثلاث نسخ من الجيت اريا. شغله مش مرتبه، صح؟ لكن لما انا اعملها في كلاس واعمل الابعاد تبعت المستطيل، هيو ابعاده زي هيك، هي الاريا تبعته، خلص الاريا تبعته هذه الاريا تبعت المستطيل. فبعمل ريكتانجل دوت الاريا، خلص هذه الاريا تبعت المستطيل. احسن ما تكون انا عندي دوال مبعثره هيك. انا بعمل حاجه اسمها مفهوم الانكابسوليشن. ايش الانكابسوليشن؟ انه انا عندي البيانات والكود بروح بغلفه في حاجه اسمها كلاس. انه انا عندي البيانات المتعلقه بالريكتانجل ايش هي؟ الويد والهايت، تمام؟ رحت عملت الاكواد المتعلقه بالبيانات هذه ورحت غلفتها في قالب سميته ريكتانجل كلاس، وبعرف منه اكثر من انستانس. طلعتوا انه ارتب الكود الاوبجكت اورينتد، صار مقبول اكثر، تمام؟ هنا ممكن ايش نعمل؟ نطلب print area. هنا ايش اسوي؟ صار في عندي representation، اقول له rec واحد و rec واحد dot area. لما وين؟ أي سطر؟ 28 16
وين احنا كتبناها في الاريا؟ وينها بنص محطوطه هون؟ هلا هذه في داله الاس تي ار بس انه string representation، اما جوا هنا عباره عن ارقام numbers. داله الاس تي ار بس برجعهم بداله الفورمات انه بيكون في لها string representation، اما غير هيك انه انا بتعامل مع ارقام لانه انا بدي اجمع واضرب، بدي احسب صح. لو خليتهم strings مش راح يمشي الحال، تمام. وهنا ممكن نطبع انه بريميتر فور سي 3، وهنا نقول سي 3 دوت، لا مش سي 3، ريك 3، وهنا نقول ريك 3 دوت جيت بريميتر. خلاص كل حاجة متعلقة بالريكتانجل والوظائف تبعته موجودة في الكلاس. فجيت لما نشغل هاي الجملة سهلة، صار انه انا اتعامل معاها انه ما دام له string representation بيطبع لي انه الريكتانجل هذا اللي ابعاد تبعته كذا، هاي المساحة تبعته وهي هاي المحيط تبعه. شوفي الاوتبوت انه area for انه الريكتانجل انه length كذا والwidth كذا 12، والبرميتر هنا 7 و9 32. 7 و9 قديش؟ 16 في 2 ب 32، تمام؟ مظبوط. واضح؟ في أي أسئلة؟ أحط إيش؟ هجيت بدي إياكم تتعودوا على هذا الأسلوب، إنه بروح على الانت مباشرة بعرف فيها السيلف دوت البيانات تبعتي وبحط لها initial value، وهنا ممكن أحط قيم ابتدائية هنا بدل ما إحنا كنا نعملها بطريقة أخرى. اختصار بالضبط، تمام. ودالة الاس تي ار احنا عارفينها، وهنا الميثودز الخاصة بالكلاس، تمام.